ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده على اكتر الابراج المنظوره والمحسوده واللي كتير باصص في حياتهم وعايز يوقعهم يعمل لهم مشاكل. لازم نكون حذرين جدا جدا من الناس اللي حوالينا، حذرين كتير من الاعين اللي موجوده حوالينا، حذرين من طاقه الاجتماعيات اللي هتكون موجوده. هوضح لكم دلوقتي كل برج هيكون من اكتر الابراج المنظوره المحسوده، هوضح لكم هو المفروض البرج ده يقلق من ايه بالظبط، سواء كان ليه حاجه مش كويسه او ان في اشخاص بيحاولوا ان هم يعملوا ليه مكيده. نبدا باول الابراج اللي هيكونوا معرضين لهذا الامر مع انه نوعا ما محظوظ خلال اخر 10 ايام من الشهر، هو برج الاسد. طبعا احنا بنتكلم على النص الثاني من شهر يوليو، طيب لعام 2022. برج الاسد، برج الاسد في حين ان الشمس تكون موجوده عندك، طبعا احنا عارفين تاثير الشمس زي ما بتدي لك نوعا ما من الطاقه الجيده، لكن في نفس الوقت بتدي لك نوعا ما برضو من الاعين المسلطه حواليكم جدا. هيكون عندنا الوضع المهني بيتغير الى الافضل والى الاحسن، فيكون في اشخاص هيبقوا عندهم فكره اللي هو ليه تبقى احسن؟ ليه تبقى افضل؟ فهيكون عندك نسبه حسد شديده جدا 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 من نوعها، وفي نفس الوقت هيكون عندك حاله تشويهه، تشويه للسمعه او تشويه جدلي، يعني حد ممكن يجادل معاك بشكل انه يطلعك وحش، يعني في حد ممكن يبقى بيتكلم معاك في حوار في موضوع ومن الاخر يبقى عايز انه يؤذيك ويطلعك وحش قدام فلان علان قدام نفسك، يخليك ان انت تيأس من ذاتك. فمن الاخر في حد عايز ان هو يعني يحط جواك طاقة سلبية. الطاقة السلبية بتيجي من الحسد، بتيجي من العين، عارف العين وكتر الكلام عليكم ده في حد ذاته بيجيب طاقة سلبية، لحاجة كده اشبه بالسحر وانت مش دريان، يعني يبقى الشخص ما عملكش سحر بس الكلام اللي قاله عنك هو صدر لك الطاقة السلبية اللي هي تصدر شيء يأذيك. فلازم تاخد بالك كويس قوي قوي يا برج الاسد، العين عليك وانت متشاف اي نوعا ما من الايجابيه او الخطوات اللي ممكن تتخذها تكون افضل او احسن، والتغيرات الموجوده كل ده هيكون واضح وضوح الشمس وهيبقى باين جدا وللاشخاص اللي هم كارهين الخير ليكم. فده بالنسبه لي اصحاب برج الاسد. برج التاني برج الحمل، برج الحمل انت ما شاء الله هيكون عندنا نسبة حظوظ قوية جدا، ولكن الفكرة كلها ان هيكون عندك اشخاص هم كارهين ليك الخير بمعنى الكلمة، زي ما عندك اشخاص هيكونوا داعمين ليك واقفين معاك عايزين يساندوك عايزين ان انت تكون افضل احسن اقوى، الا ان عندك اشخاص هيكونوا كارهين الخير ليك. للأسف الشديد الناس دول منك اللي هم المقربين ليك بمعنى اصح، هيبقى عندك اختلاف شويه في ان اشخاص هيبقوا عايزين ان هم يزوج، في ناس بتتكلم عليك كلام سلبي، اشخاص هيبقوا بيتكلموا عليك كلام سلبي، كلام ممكن يضرك نفسيا، يضرك نفسيا، يعني حاجه تسمى اذى نفسي، وللاسف هم مقربين منك قوي اللي بيتكلموا عنك الكلام ده، فهيكون عندك ده اكتر شيء هيكون متواجد، وده حاجه هتكون يعني لازم تخلي بالك لان ده يعتبر نظر ليك، يعني في اشخاص ناظرين ليك قوي قوي وعندهم فكره اللي هو انت عندك غلط معين، عندك خطأ معين، عندك مش عارفه ايه، ويعلنوا عن اخطائك، وده هيبقى شيء بيساوي نفسيه ضاغطه عليك. النقطه رقم اتنين ان برج الحمل انت عندك كتير اشخاص هيكونوا بالفعل بالفعل هم حاسدينك قوي، ولو طالوا ان هم يأذوك كسحر هيعملوا كده، ولو طالوا يأذوك كسحر هيعملوا كده. فلازم تاخدوا بالكم كويس قوي مين الاشخاص دي. هو للاسف هو يعني اقول لك ابراج، اقول لك لو الاشخاص دي كابراج ايه لازم تاخد بالك كويس جدا منهم، ولو في عداءات وانت عارف كويس قوي ان الاشخاص دي اللي من الابراج اللي هقولها لك عندك منهم كره معاهم او في تحديات او ان هم شايفين انك اعلى منهم الجو ده، فلازم تخلي بالك كويس قوي ما تدخلهمش بيتك ولا تتعامل معاهم بالقدر اللي هو ايه جدعانه. ده الابراج الناريه، شوف انت برج الحمل ناري، الابراج الناريه يعني حمل وقوس واسد، ومن الابراج كمان المائيه يعني سرطان وعقرب وحوت، لازم تبقى واخد بالك كويس قوي قوي. لو هقول لك ابراج من الابراج الترابيه ممكن اقول لك العذراء والجدي لو انت على خلاف معاهم، خلي بالك انت عندك الابراج بعض من الابراج دي هيبقى واقف معاك جدا بس لو كويسين معاك، لكن في خلاف وفي طاقه غيره ما بينك اعرف ان هم بيحسدوك قوي وفي نفس الوقت ممكن يلجأوا الى سحر يأذوك بيه، وخاصه رجل الحمل ومراه من الابراج دي، خلي بالكم كويس قوي.
وده انا بقوله لاجل ان انت تكون واخد بالك او واخده بالك. لازم نبقى عارفين حاجه زي كده، اللي هو مش ندي الامان للناس. يعني الابراج اللي انا بتكلم عنها دلوقتي دي خلوا اكتر حاجه صعبه ان انتوا تدوا امان لحد، خاصه ان لو في شخص انتوا عارفين وحاسين ان في غيره ما بينكم وما بين بعض. برج الدلو، برج الدلو خلي بالك، لان انت عندك حاله تغيير، تغيير في شكل، في ستايل، في 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 بيت، في تغيير. التغيير ده بالنسبه لك هو المنظور، خاصة ان انت عندك اشخاص جديدة بيدخلوا حياتك، اصدقاء جدد يدخلوا حياتك، تعاملات جديدة بتتعامل معاها. خلي بالك كويس قوي من اي تعاملات جديدة، وخلي بالك كتير من التغيرات اللي هتكون موجودة. لا، التغيرات رائعة كتير للنفسية بالنسبة لك، لكن هتكون هي امر خاص بسلبية، يعني طاقة سلبية تصدر ليك من قبل اشخاص نتيجة التغيرات الايجابية الموجودة دي. فحاول على قد ما تقدر انك انت كل ما تغير حاجة تكون محافظ عليها. يعني ايه؟ يعني ان انت تكون مثلا هتنقل لمنزل جديد، المنزل الجديد ده حاول كتير ان انت يبقى عندك كده طاقة الملح فيه، ان انت تشغل فيه قرآن. فاهمني اقصد ايه؟ مش اي حد يشوفه، مش اي حد يشوفه الا لما انت تسكن فيه الاول. فحاجه لو هي ليها علاقه بشبه هذا الامر، فما تعلنش عن ايجابياتك. ايجابياتك وضحت، فانت لازم تكون محصنها كويس قوي، لان عندك تغيرات عديده جدا جدا لازم ان انت تخلي بالك، لان كمان عندك اشخاص جدد هيكونوا بيأذوك نوعا ما. برج الجوزاء، برج الجوزاء خلي بالك كتير انت عندك انك عايز تنرفز حد، عايز تضايق حد، عايز توري حد اللي هو انت مهما رحت جيت انا اعلى، انا احسن، انا اقوى. خلي بالك الطاقة دي مش لطيفة، الطاقة دي تخلي ان اشخاص يغيروا منك اكتر، يتضايقوا منك اكتر، يبقوا عايزين يأذوك اكتر. فخلي بالك كتير ما تصنعش الحقد حواليك. برج الجوزاء انت هيكون عندك بعض المعاملات او الطريقة اللي تخلي اشخاص تكيد ليك، تخلي اشخاص تبقى متضايقة منك. فلازم تكون على حذر شديد كتير يا برج الجوزاء من الاشخاص اللي حواليكم ومن طريقتكم في التعامل. ابعدوا عن الاشخاص الانتقاديين، وابعدوا عن الجدل، وابعدوا عن الامور اللي ممكن تثير سلبية الاخرين تجاهكم، لان فعليا عندك اشخاص ممكن تغير منك تقوم تأذيك. برج العذراء، برج العذراء انت عندك كتير من الامور المتعلقة بالغدر، يعني انت ممكن يتغدر بيك. خلي بالكم، انا اسفة كتير قوي ان انا ممكن اكون بقول لك نوعية الفيديو اللي ليه علاقة بهذا الامر، بس انا بشوف ان هو نصيحة مش اصدار طاقة سلبية نهائي، هو نصيحة. برج العذراء انت من اكتر الابراج اللي المفروض ان انت تخلي بالك، وهي الفيديو ده كله مش ليه علاقة باول برج، تاني برج، تالت برج، لا كلهم لازم يقلقوا. برج العذراء بالنسبة لك لما عطارد يكون موجود ببرج الاسد، ده المنزل ال 12 اصلا منزل الاعداء. الشمس لما تروح لبرج الاسد ده منزل الاعداء، فخلي بالك من اعدائك، الناس اللي هم بيكيدوا ليك، الاشخاص اللي انت على عداوه معاهم. مفيش حاجه اسمها كنا اعداء وتصالحنا وتصافينا، صدقني بيضحك عليك وهيغدر بيك احسن غدر. فخلي بالك كويس قوي. الغدر فيما يسمى معناه او ليه معاني عباره عن ايه؟ ليه اول معنى ان هيكون في شخص بيحاول كتير ان هو يضايقك في ان في شغلك، يحاول ان هو يتكلم عليك تشويه سمعه، في حسد رهيب جدا جدا هتكونوا معرضين ليه، حسد رهيب جدا لدرجه ان هيكون في سحر. مرأة العذراء تخلي بالك من مرأة زيك، خلي بالك من المرأة زيك، ولا تثيري عداءة الآخرين أرجو من كده، يعني ما تعديش حد. خلي بالكم من العداءات والتحديات والمنافسات والجو ده، هيبقى أمر سلبي جدا. برج السرطان، برج السرطان انت حاولوا كتير ان انتوا الأمور العاطفية ان انتوا ما تعلنوهاش تماما. الامور العاطفيه والامور الماليه، يعني عندك مكسب مالي، عندك اجراء مالي، عندك في امر ما ممكن يكون مثلا كقضايا، كامور قانونيه انت تنتصر فيها، فحاول كتير انك ما تعلنش ده. ليه بقى؟ في نظر ليك كتير في امورك الماليه والخاصه بالممتلكات قوي، يعني منظور في مالك، ومنظور في شغلك، منظور في مشروع، خاصه لو انت شخص من اصحاب المشاريع او عندك في عرض مهني جاي لك، فيبقى منظور جدا جدا. مكسب مالي او في تعويض من امر قانوني او قضائي، فهيكون بالنسبه لك برضو ده منظور بشكل كتير قوي. فلازم تاخد بالك على الامور الخاصه بالمال والممتلكات، والامور القانونيه والقضائيه زي اوراق او حاجات ليها علاقه بورق ملكيه الخ، يعني فلانك هتتعرض بغدر في هذا الامر. النقطة التانية ان الوضع العاطفي ما تعلنوش ايجابياتكم في الامور العاطفية.
زواج، خطوبة، بداية، تصالح، ما بلاش ان انا اعلن الاخبار العاطفية لانها هتقابل بسلبية، هتقابل بشدة في التعامل، هيبقى في حد بيحاول ينرفزك، خاصة انك هتكون منظور كتير كمان على البدايات العاطفية. فده بالنسبة لي برج السرطان، الوضع المالي والوضع العاطفي جدا. هيبقى في نظر كتير فيهم، في حسد كتير تجاههم، وفي غدر من الناحيه الماليه والامور الخاصه باوراق وممتلكات. الغدر فيما يسمى بقى ممكن يكون غدر متعلق بيه ان اشخاص يبقوا بيضحكوا علينا باللذاذه في الكلام، شخص ممكن يبقى بيعمل تلاعب في اوراق، فلازم نكون حذرين جدا. اما بقى بالنسبه للبرج الاخير، برج العقرب. برج العقرب بالنسبه لك انت هيكون عندك شويه ضغوط في الامور المتعلقه بالبدايات عامه، بمعنى ان هيكون عندك اي حاجه متعلقه ببدايه لازم تكون تخلي بالك كتير منها. ليه؟ ما تعلنش البدايات وما تعلنش الايجابيات لانها منظوره كتير ومحسود جدا جدا، خاصه ان عندك اهتمام بالشكل، اهتمام بالنظر بالمنظر جدا او بالظاهر جدا، وده هيبقى بيبقى وسيله تغيير. يعني في اشخاص شايفين ان ده تغيير بالنسبه لك، في حاجه متغيره فيك، فالحاجه المتغيره دي تساوي بالنسبه لك نظره سلبيه. هل معرض لسحر؟ لا، بس هو معرض لحسد بشكل كتير مش لطيف. دول كانوا اكتر 7 ابراج عندهم يعني غدر ممكن تعرضوا ليه جدا، اشخاص كارهين ليكم جدا. الخير هيبقى في حسد، في ابراج هيبقى عندها سحر، ووضحت لكم ده. بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.